في شأن آخر، أعلن جهاز الأمن الوطني تحرير رهائن والقبض على أخطر عصابات الجريمة المنظمة في بغداد، مشيرا إلى أن هذه العصابة كانت متورطة بقتل الشهيد ضابط الأمن غسق فاضل خلال تأديته الواجب في واسط قبل عامين. وبعد توافر معلومات استخبارية دقيقة لدى جهاز الأمن الوطني العراقي تشير إلى تواجد أفراد هذه العصابة في شرقي العاصمة بغداد، توجهت قوة خاصة من جهازنا وبعد استحصال الموافقات القضائية لتنفيذ واجب القبض على المطلوبين والصادرة بحقهم أحكاما قضائية بالإعدام شنقا حتى الموت. وبعد الاستدلال على الموقع قام المجرمون بخطف واحتجاز رهينتين من المدنيين كرهائن في المنزل المجاور لهم في محاولة منهم للضغط على القوة من أجل الانسحاب، إلا أن القوة المنفذة تعاملت مع الموقف بحكمة وعقلانية والتجأت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة الرهائن. وبعد 5 ساعات من المواجهة معهم جرى تحرير الرهائن بسلام وبدون أذى وإلقاء القبض على أفراد العصابة وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.